احترس من الذي عاد من الموت، كوت ديفوار في نهائي بطولة أمم إفريقيا. متابعي المشجع مع أحمد عشاق الكرة المصرية والكرة الإفريقية، حان الوقت لختام بطولة أمم إفريقيا بمفاجأتها الكبيرة جدا هذا العام. نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي بطولة أمم إفريقيا، موعد المباراة يوم الأحد القادم الموافق 11 فبراير الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة مذاعة عبر قنوات بين سبورت المشفرة. مباراة تتجدد ومواجهة تتجدد ما بين نيجيريا وكوت ديفوار، كانوا تقابلوا في دور المجموعات، تفوق المنتخب النيجيري بضربة جزاء، ولكن اليوم مباراة نهائية، مباراة سيتوج الفائز ب$7 مليون وبكأس البطولة. نيجيريا وكوت ديفوار، من سيفوز في مباراة الحلم؟ منتظر توقعكم في الكومنتات، ومين اللي هيكسب، نيجيريا ولا كوت ديفوار؟ مباراة تستحق المشاهدة في نهائي الكان الإفريقي يوم الأحد القادم. لايك وشير ومتابعة للصفحة.